بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عبير نور الدين من مطبخ عبير. جايبالكم النهارده طاجن ورق العنب. طاجن، عاملين ورق العنب في طاجن، مش عاملينه في حله. طريقه جديده وجميله، ولو جربتيها هتعجبك جدا، ومش هتسوي تاني ورق العنب في حله ابدا، لان الطاجن بيعزز الطعم وبيعليه قوي. وكمان مسويين معاها لحمه برضو معززه الطعم معانا ومخليها جميل. زي ما انت شايفه ريحته وطعمه وشكله يفتح النفس بصراحه، وان شاء الله الطريقه هتعجبك باذن الله وهتنفذيها، ومش هتسوي تاني ورق العنب في حله. عاملة جنبها سلطة زبادي، طبعا ورق العنب لازم جنبه سلطة زبادي. طريقتها سهلة وان شاء الله هتعجبك. تعالي نشوف الطريقة والمقادير. طبعا مقادير المحشي او صلصة المحشي سهلة جدا وكلنا عارفينها، هي شبت وكزبرة وبقدونس، بصل، صلصة طماطم، زيت، وشوية بهارات هنقولها دلوقتي. في حلة على النار هنحط عليه فيها كمية كويسة من الزيت، هننزل عليها 3/4 كمية البصل اللي عندنا، هما بصلتين، احنا عاملين بصلتين كبار. المحشي انتوا عارفين بيحب البصل. احنا حطينا 3/4 الكمية اللي عندنا، والربع التاني هنضيفه بعد ما نضيف الصلصة. هنحط هنا عصير الطماطم، انا عاملة حوالي 1/2 كيلو، ومعاهم معلقتين صلصة. هنقلبها كويس عشان تعزز اللون، وهنضيفها على الباقي. البصلة يا دوبك اخدت لون بسيط، وضفنا عليها الطماطم. هنضيف بقى البصل بتاعنا، الشوية اللي احنا شايلينهم. البصل الني ده بيدي تسكيرة للصلصة جميلة. الصلصة عندنا هنا تسبكت، هنضيف ليها الخضرة. طبعا شايفين المية اتبخرت منها وحجمها قل، هننزل عليها بالخضرة. طبعا انت عايزة تكتري براحتك، عايزة تقللي براحتك، انت وراحتك في الخضرة. ومعانا هنا 1 كيلو من الرز غسلينه كويس ومصفينه. هنحط بقى على الصلصة شوية نعناع، نعناع ناشف هنفركه عليها، وهنقلب. كده الصلصه معانا جاهزه. معانا هنا بقى ورق العنب. انا بجيب ورق العنب دوت، بشتريه اول ما ورق العنب بينزل بيبقى كويس، بجيبه وبشيله، بنضفه من العيدان اللي فيه، وبرصه وبشيله في اكياس في الديب فريزر، وبسحب منه طول السنه. هو يا دوبك 5 دقايق بالظبط في ميه مغليه بيبقى عندي جاهز، يا دوبك بصفيه وبشطفه بيبقى جاهز عندي للحشو. هو كده تمام او جاهز معانا، هصفيه ونكمل بقية الخلطة بتاعتنا. هنضيف بقى الصلصة بتاعتنا على الرز، هنضيف التوابل كمان. معانا شوية شطة للي بيحب، طبعا معانا بهارات لحمة، فلفل اسمر، شوية صغيرين من الحبهان، شوية صغيرين من الكمون، ومعلقة كويسة كده من الكزبرة، وهنحط الملح. كده الخلطة بتاعتنا جاهزة، هنقلبها ونبتدي نحشي. كده الخلطة جاهزة معانا. ورق العنب اهو جاهز معانا. معانا هنا بتنجان وفلفل وكوسة، مقورينهم ومنضفينهم. ورق العنب بقى هنلفه على على الناحية الخشنة، يعني الناحية الناعمة هي اللي هتبقى من برة. انا بلف ورق العنب على ايدي عادي، ما بستعملش لا معلقة ولا بحطه على طبق ولا على رخامة،
بس طبعا لو عندك رخامة كبيرة ممكن تفردي ورق العنب كله على الرخامة وتلفيه كله مرة واحدة، هيديكي نتيجة حلوة وهيبقى أسرع كمان ما تلفيه على إيدك. احنا بقى هنكمل الكمية واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، ان مش هينفع افضل واقفة الوقت ده كله، وهنرجع تاني مع بعض. هنا بقى هنجهز اللحمة اللي هنحطها في الطاجن. هنا انا حاطة شوية زيت في الجريل وهبتدي اتبل اللحمه بملح وفلفل. حطينا شويه فلفل، هنحط لحمه، هنحط الملح سوري، وهنقلبها الناحيه التانية ونتبلها برضو بنفس الطريقه. اللحمه دي يا جماعه كندوز كانت قطع عاديه، وانا يا دوبك بس قسمتها نصين او ثلاثه بالطول شرايح يعني، علشان تبقى سمكها مش تخين قوي عشان تستوي معايا بسرعه. لو عندك ستيك ممكن فيليه، ممكن برضو اللي هو البوفتيك ينفع معاكي برضو، لان احنا مش عايزين اللحمة تاخد سوا يعني، احنا عايزين اللحمة تستوي معانا بسرعة. هنحطها على الجريل تاخد لون، تاخد صدمة. برضو اللحمه بتدي طعم حلو قوي، عندك كوارع برضو هتديكي طعم جميل، عندك بانيه شرايح بانيه، بانيه فراخ برضو هتديكي نفس النتيجه وهتديكي طعم حلو. قلب اللحمه خدت لون كده. طبعا اللحمه هتنزل العصاره اللي فيها كلها وهنسيبها لحد ما تشربها تاني وتاخد لون، وبعدين نشيلها من الجريل. طبعا احنا في عيد دلوقتي وكله عنده لحمة، فممكن تعملوا الطاجن ده هيعجبكم جدا. ابتدت تنزل العصارة بتاعتها، طبعا انا دلوقتي فاتحه مجهزه الطاجن بتاعي فاضي وحاطاه في الفرن، شغاله الفرن على اعلى درجه وحاطه الطاجن فيها، لان لازم الطاجن بتاعي يطلع سخن علشان لما اجي احط فيه المحشي ما يدخلش الفرن وهو بارد، فهياخد وقت على ما هو يسخن ويبتدي يسخن لي او يغلي لي الشوربه بتاعه المحشي، فهياخد وقت طويل. فلازم تحطي الطاجن الاول في الفرن ياخد درجه حراره الفرن، وبعد كده تبتدي ترصي فيه حاجتك وتدخليه الفرن، وبكده هتسرعي عمليه السوى. كده اللحمه معانا جاهزه اخدت لون وشربت السوائل بتاعتها. هنجهز الطاجن بتاعنا، معانا دلوقتي بصل وطماطم هنحط عليها ملح وفلفل ونتبلها كويس. هنجيب بقى الطاجن هنطلعه من الفرن، الطاجن سخن جدا، هنحط الرص شرايح الطماطم وشرايح البصل. طبعا عشان لو في حاجة لزقت في القاع ما يبقاش المحشي هو اللي بيلزق او اللحمة، احنا بنحط الطبقة دي لحماية اللحمة وكمان بتدي طعم، ولو نزلت سليمة بتدي شكل حلو برضو. هنرص بقى قطع اللحمة زي ما قلتلك، لو عندك شرايح بانيه بانيه فراخ ممكن تحطيها تتبليها برضو وتديها الصدمة دي وتحطيها برضو تاخد لون. بس عندك ستيك، عندك بوفتيك، كوارع، يا سلام بقى لو الكوارع لو انت بتحبيها. هنبتدي بقى نرص الصوابع المحشي بتاعتنا. الصباع صغير، هو معظم الورق معايا كان صغير جدا بصراحة، كان مرهق في لفه، بس هو ورق العنب يستاهل التعب بصراحة.
هنخلص الطبقات كلها او نخلص الكمية اللي معانا كلها، نحطها في الطاجن ونشوفها دلوقتي بعد ما الطاجن بتاعنا جهز. ده شكله النهائي، هنضيف ليه دبس رمان وطبعا ده بديل الليمون، وهنغطيه بطبق. الطبق ده طبعا عشان لما المحشي يغلي، هتبص تلاقي الصوابع انتفخت، الرز هيستوي فالصباع هيكبر، هتبص تلاقي الكمية طلعت لفوق، المحشي بتاعنا طلع لفوق، فهيحصل الصباع هيفك مننا، هيبقى شكله مش حلو. فالطبق ده بيحكم لنا كل الحاجات دي، بالإضافة ان احنا لو بنضيف الشوربة لما بنحطها على الطبق ما بننزلهاش على المحشي مباشرة، فالصباع بيفضل محتفظ بشكله ما بيفتحش معانا. الطاجن طبعا سخن، فهتفضلي تهزي فيه كده عشان الشوربة تنزل تحت تاخد الكمية المناسبة ليها. دي برضو شوربة لحمة اللي احنا بنحطها. هنغطي بقى الطاجن بتاعنا بورق فويل عشان يستوي براحته بقى وياخد وقته. هو بياخد تقريبا من ساعة لساعة ونص في الفرن، انت تسيبيه براحته خالص. نحط ورقة كمان برضو عشان نحكم البخار تماما. انا في نص السوا هفتح اشيل الطبق، لان بعد المية ما بتغلي والمحشي بيشربها او الشوربة بتغلي والمحشي بيشربها بنشيل الطبق بقى ملوش لازمة. هنعمل بقى سلطة الزبادي، معانا كوبايتين زبادي ومعانا خيار مبشور، معانا فص ثوم وشوية نعناع ناشفين. هنحط الخيار وهنحط علبتين الزبادي، ويفضل الزبادي الشركات ده لان الزبادي البلدي بيبقى فيه مية كتير. نحط شوية كمون، شوية فلفل اسمر، وشوية خل، وهنضيف النعناع، هنفرك النعناع، ومعانا كمان فص ثوم هنضيفه، فص ثوم هرسينه، وهنقلب. وحطينا الملح كمان، هنقلب ونحطها في التلاجة لحد ما نجهز الطبق بتاعنا. وده الشكل النهائي بتاع المحشي، الحمد لله استوى وبقى شكله زي الفل. نبتدي بقى نقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يبيض وشنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع تقيل وكان عايز الشيف براك، بس يلا قدها وقدود. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب بيض وشنا. بسم الله الرحمن الرحيم، لا والله تمام الحمد لله، طماطمية واحدة اللي لزقت الحمد لله نزل سليم وشكله جميل وريحته قلب الدنيا بجد، وطعم البصل والطماطم اللي فوق دول حاجة جميلة. والمحشي اهو قدامنا بس مش جايبينه كله للأسف، مستوي جدا من برة ومن جوه. نشوف كمان حتة لحمة، اللحمة كمان مستوية وطعمها جبار بجد. لو جربت الطريقة دي مش هتسوي تاني المحشي في حلة، مش هتعملي غير بالطريقة دي، لان فعلا الطاجن بيعزز طعم الاكل اللي جواه. سبحان الله، الطاجن ده ليه وضع مخصوص في الاكل. عملنا معاه محشي البتنجان والكوسة والفلفل، زي ما انت شايفة طبعا ريحة المحشي ريحة مميزة وجميلة وبتقلب الدنيا بصراحة. والبيت اللي بيبقى عامل محشي كده تحس فيه بدفى. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وتدعولي. معاها سلطه خضراء، سلطه الزبادي كده عاملين عليها شويه حركات كاتشب وحاجات تكسر بس اللون الابيض. ويا رب تكون الاكله بتاعتنا النهارده عجبتكم وتاخدوا منها افكار وتجربوها، وان شاء الله تنال رضاكم. ويا ريت لو جربتوها وعجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. الى اللقاء في اكله جديده مع مطبخ عبير. باي باي.